هذه القصة، القطة مصابة بالإمساك، لو كيف عم تنحف، مصابة بالإمساك صار لها كم يوم، ما بتقدر تعمل شي، يعني بتضل قاعدة ماخذة وضعية، هاي بتنوي بتصرخ بس ما بتقدر تعمل شي. عملت لها حقن زيت الزيتون، عملت لها حقن زيت المدري ايش، وعم صرت ما هي بتبطل تاكل، بتخاف من الوجع، فكمان حقنت حليب وحقنت زيت وحقنت كل. شو بكي؟ موجوعة؟ شدي على حالك شوي. طيب انت بدك تساعدي حالك كمان، ساعدي حالك شوي، ساعدي حالك يلا. طب جبنا لك دواء وجبنا لك زيت وكل شيء، شدي همتك. شو شايفين؟ ما طلع ماشي.